اليوم بدنا سمكتين كاملين، نص كوب زيت نباتي، بدنا ربع كوب زيت زيتون. لتتبيلة السمكة بدنا معلقة صغيرة فلفل أحمر حار مطحون، وبدنا معلقة كبيرة بابريكا، بدنا معلقة كبيرة كركم، معلقة كبيرة كزبرة ناشفة، ملح وفلفل أسود، بدنا معلقة كبيرة كمون، معلقتين كبار أرشلة مطحونة، معلقة صغيرة هيل مطحون، 3 حبات بطاطا بنحطهم في القاعدة، يقدم مع رز بالبهارات. أنا هلا حطيت هيل وكمون وبابريكا. يلا تعي رندة سعدي. شو بتحبي احط لك؟ بدك تجيبي معلقة؟ بين على رندساتها جديدة على المطبخ. هنا بدنا نشوف. كله بصير قديم مع الوقت، كله بتعود. احنا بنرحب باتصالاتكم معنا اليوم بمطبخنا بالدنيا عيد. هاي بدك تحركيهم، بدنا نحط لهم زيت. بس اقول لكم شو حطيت، بابريكا وشو اسمه وكمون وهيل هيل مطحون وملح، وهلا فلفل اسود. تمام. اوكي، أرشلة مطحونة رح تحطي؟ رح أحط أرشلة مطحونة تعطيها هيك قرشة لذيذة. كمون، فلفل أسود، كزبرة ناشفة، كركم، بابريكا، فلفل حار. هلا بنحط بس ضل علينا. هلا أنا هذا اللي ما بقدر أقرره، إنه مثلا رشة ملح، رشة بابريكا، طب إيش الرشة؟ أنا ما بعرف. لا إحنا يعني مع الوقت طعام مع الوقت الواحد يعرف. شوفي بتتعودي رند، بتصير تذوقي. دائما هيك بيكون مشكلة بالأول. أنا أول ما تجوزت أسأل أمي، أنا عارفة شوي رشة، يا ماما قديش الرشة؟ بتعود، وبعد شوي بتصيري أنت كمان هيك، خلص بتصير كمان سنة. بالضبط يعني. أنا دائما أمي بتقلي حطي كمشة إيد، فبالآخر بقولها طب ماما إيدي غير إيدك، كده تزبط. جبت ماجرين كوب وقست قديش وأحسن إيش تبعتها، يعني حدا مبتدئ يبلش بالمجرين كوبس. هم احلى المجرين كوبس، هم بيحلوا لك كل المشاكل. اسهل شيء اسهل شيء، بتقدر تمشي على وصفاتنا بسهوله، على الوصفات المكتوبه. هلا هاي السمكات الحلو انه في هلا دائما السمك بده بقدونس وبده كزبره وبده صح عشان نعمل جنبه الطحينيه وكذا وتقطيع وتفريم. هذه اذا انت مستعجله بس عندك بهاراتك من الثلاجه بتطولي، هذا لقص اللي بالفرن سيباس، بتطولي اغراضك بهاراتك من الثلاجه مع الزيت، وجد كثير زاكيه. يعني هي الهدف منها انها سهله للعيد. هلا انت خلطتي الزيت مع البهارات؟ خلطت الزيت مع البهارات وبدها تعطيني اياه بايدي رند. اوكي، بالمعلقه او بالمعلقه حبيبتي؟ حطي هيك شوي هون. نحن قسمناها عشان نقدر ندخل الصوص جوا السمك ويعطيني طعم زاكي. بدنا وحده هون لو سمحتي. رح تطلع صح؟ رح تطلع شوي حاره، بيقدروا يزيدوا الحر زي كيف هن بحبوها. هلا شايف ايمان، انت بترجعي بتنظفيهم او هم بيكونوا منظفين؟ بيجوا من عند المسمكه منظفين، بس انا مستحيل الا اغسلهم، بشطفهم مي 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 مي. ما بزنخ؟ لا لا لا، السمك ما سمك طعمه سمك يعني. ما خصوصا لما يكون فريش، اذا لما يكون طازه. انا طازه، هذا مش مفرز، يكون كثير منيح. وفي هلا بالسوق كثير سمك زاكي، حط جوا بليز. هلا زيت زيتون او زيت عادي؟ سهله كثير. هلا حطينا زيت عادي. حطيت ملح انت فيها ولا حطيت مع انه السمك يفضل انه ما نحط له ملح الا بالاخر، بس لانه ما حب بهارات وزيت فبتعزل. اوكي، فما في مشكله. هلا رح نغطيها بورق قصدير وندخلها على الفرن ثلث ساعه، بعدين بدنا نفتحها ثلث ساعه، بنقيم القصدير نفتحها ثلث ساعة تشوي، وبنرجع نقلبها كمان يعني ربع ساعة على هذا الوجه مثلا، وربع ساعة على هذا الوجه عشان تصير مقرمشة، لأنه حطينا لها شو اسمه أرشلة. هلا الرز هاد بنقلي بصلة صغيرة عشان أنا ما بلحق يستوي هون. بنقلي بصلة صغيرة مع البازيلا، بحب يحط جزر يحط جزر، وبنقلي رند مع شو اسمه، بنحط له كمان زعفران وبنحط له كل شيء كامل، يعني الهيل كامل، القرفة كاملة. بعطيه وبنحط له كركم فبيعطيه اللون الأصفر، بنحط كمان ستار أنيس اللي هو زهرة الينسون. وشايفة كيف هيهم مبينين كلهم لساتهم موجودين جوا، وبنخليهم يشوفي كيف ما أحلى الزعفران، كله بنخليه جوا عشان بيطلع الناس بتقيمه، بس بعطي طعم كثير زاكي. هلا الزعفران هو اللي بيعطي اللون الاصفر؟ الزعفران والكركم. اوكي تمام. كركم والزعفران، انا كثير بحب الكركم، هو كثير مفيد، فوائد غذائيه شيء فظيع عن جد. صح. يعني نمبر 1 للحد من مشاكل السرطان، حتى الحد من مشاكل الالتهابات بالجسم، الكركم كثير مفيد، هو بيقوي جهاز المناعه كثير بشكل كثير كبير. حتى هاي البهارات اللي انا حطيتها كمان كلها مفيده. صح. بعدين عملته الرز اليوم خفيف على ميته، ما في كثير لا زيت ولا كثير منيح.